وتلاحظ بأن اختيارات روي فيتوريا هو اختار خط عمودي من حارس المرمى كمحترفين. نعم نعلم بأنهم طلمان عبد المجيد يتوغل للاعب الشباب السابق، كنا لدينا الكرة الآن خطيرة، هذا بيتي اللي مررها في الجهة اليمنى، الكرة تلخن. أنا نتحدث عن اسم يجيد أن هز الشباك، يجيد عنده بيتي مارتينيز الأرجنتيني يضع الكرة، لكن التغطية حاضرة دفاعية من تشوكي. مباراة أولى صعب الحكم على أي لاعب، من الصعب تترك تصل إلى الخيبر السرعة المطلوبة. إذا تبي هجوميا نحن محتاجين أن نكون أسرع، تكون عندنا جرأة نسدد مكان جيد للنصر لو استغل بصورة ممتازة. الكرة تلعب عالية راسية كما ذكرت. نعم الشباب الجدد في نادي النصر كبيرة جدا. هنا لدينا بيتي مارتينيز يلعب الكرة الأمامية، وصلت إلى في الجولة الأولى والثانية فقط، عنده هو 4 أهداف طبعا، سجل هدف واحد فقط، لكن هنا لدينا الثاني عبد الله. نعم قوة عبد الله، بيتي مارتينيز تتهيأ لصليم عبد المجيد، لكنها بعد ذلك مقطوعة. وصلت الآن، هذا بيتي مارتينيز النقشة يحاول رفيعي لكن الكرة المقطوعة. بيتي مارتينيز يحولها في الجهة اليمنى، مرور ممتاز من سلطان الغنام إلى مارتينيز مرة أخرى. ماذا لديك يا أرجنتيني؟ ماذا لديك للنصر يا أرجنتيني؟ سلطان الغنام مرور نقل الكرة، مين موجود يسدد؟ والكرة بعد ذلك تصد تعود حمد الله، لكن خروج أيضا خاطئ من براد جونز لتعود بعد ذلك لمصلحة النصر، منقولة بصورة ممتازة. بيتي مارتينيز عند الكرة في وسط الله على لسه، لكن في بوادر زينة، في بوادر طيبة لهذا الأرجنتيني. عند الكرة يعيدها لبراد جونز، مارتينيز يخلصها، وصلت من عبد الفتاح عسيري، باتي مارتينيز إلى عبد الفتاح عسيري. يطمئن على النقاط الثلاث، لكن إلا إذا الخطر معهم، لكن الخيبري وصلت إلى بيتي مارتينيز. وين صليع عبد المجيد بدفعة واحدة. باتي مارتينيز